مساء الخير اليوم الثلاثاء عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتياديه كما تعلمون لمناقشه موضوعات البرنامج المدرج كالعاده ايضا الديباجه التي يقدم فيها السيد رئيس مجلس الوزراء تتضمن جبلة من التوصيات التوصيات اليوم اكدت على قضيه الاستثمار وتسهيل قوانين الاستثمار ومراجعتها ومناقشتها. وايضا تيسير اجراءات المستثمرين. هناك معاناه كبيره تعلمونها فيما يتعلق بقطاع الاستثمار في العراق، وهذه الحكومه جاده في وضع حلول لها. المشاريع الاستثماريه تعول الحكومه عليها في هذه المرحله لانقاذ ما يمكن انقاذه من الوضع المالي المتعثر بسبب الوضع المالي كما تعلمون واسعار النفط. كذلك السيد رئيس مجلس الوزراء اكد ان الحكومه تعمل عبر الاستثمار وتيسيره على تعظيم الايرادات. هذه مساله. هناك ايضا تنويه في الديباجه بقانون الاقتراض. هذا القانون نوه السيد رئيس مجلس الوزراء على انه ينطوي على اخطاء في الحقيقه يجب معالجتها، والحكومه لديها اجتماعات مستمره من اجل معالجه هذه الاخطاء في قانون الاقتراض. بعد هذه الديباجه الموجزه اليوم، كان هناك التقديم الاعتيادي للتقرير، تقرير وزير الصحه الذي قدم فيه عرضا مفصلا حقيقه لمستجدات جائحه كورونا في بلدنا. هناك جمله من الارقام فيما يتعلق باعداد الاصابات ونسبه الشفاء ونسبه الاماته وغير ذلك لكنها كلها اشرت الى تراجع في نسبه الاماته امام اعداد الاصابات. ايضا كان هناك حديث عن ان العراق سيحصل على اول لقاح سيصل في الفتره القريبه العاجله. لتغطية حاجات ما يقرب من ثمانية مليون إنسان وهي نسبة عشرين بالمئة من الحاجة العراقية الحالية وتمت التوصية أيضا بدخول العراق في التزامات مالية مع شركات أخرى منتجة للقاح بما يضمن تغطية الفئات الأخرى غير العشرين بالمئة بعد وزير الصحة وكالمعتاد أيضا كان هناك تقرير أيضا مفصل من وزيرة الهجرة والمهجرين عن أوضاع المخيمات. وخاصة المخيمات المغلقة التي أغلقت في الفترة القريبة والتي ستغلق في الأيام القادمة. خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني. بلغ حتى الآن عدد المخيمات التي أغلقت خمسة عشر مخيما وهناك عودة طوعية لخمسة آلاف عائلة تقريبا ما يقرب من خمسة وعشرين ألف نازح خلال شهر واحد أمنت عودتهم بالتنسيق بين وزارة الهجرة والمهجرين وطبعا بعض الأجهزة الأمنية مثل مستشارية الأمن الوطني وجهاز قياده العمليات المشتركه والحشد الشعبي والحكومات المحليه في المحافظات ايضا. في الاسبوع القادم هناك وعد من السيده الوزيره بغلق ثلاث مخيمات في صلاح الدين. اذا اغلقت هذه المخيمات الثلاثه ستنتهي قصه المخيمات في محافظه صلاح الدين نهائيا ولا يعود هناك أي مخيم فيها إذا عدد المخيمات المتبقية في التفصيل هي ستة الآن تؤوي بحدود سبعة آلاف عائلة في محافظات نينوى وكركوك وديالة والأنبار العودة الطوعية مستمرة بطبيعة الحال وهي يوميا وهناك أرقام تقريبية لمن يعودون تبلغ من 75 إلى 100 عائلة يوميا تعود طواعية الأسابيع المقبلة ستشهد غلق ثلاث مخيمات ثلاثة مخيمات هي الكرامة واليلان والوند لا أريد أن أخوض كثيرا في التفاصيل لكن أيضا هناك وعد وسترون إنجازه قريبا بغلق أو بخلو ثلاث محافظات هي كركوك وديالة وصلاح الدين ستنتهي ايضا فيها قصه النازحين. وفي شهر كانون الاول المقبل ستغلق بقيه المخيمات وسيعلن عن خلو محافظتي الانبار ونينوى من مخيمات النزوح. اما في مطلع العام القادم 2021 ستكون هناك عوده طوعيه وغلق او خطه لغلق مخيمات النازحين في اقليم كردستان بالتنسيق مع حكومة الإقليم فيما يتعلق هذا ما يتعلق بتقديري وزير الصحة ووزيرة الهجرة لكن فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذت هذا اليوم نسلط الضوء على ربما أهمها أولاً أن وزارة النقل صوت لها بالقيام بتنفيذ الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وميناء أم قصر فورا هذا قرار أساسي ومهم لمشروع كبير بالتنسيق بينها وبين الجهات المالكة للأراضي المطلوبة للمشروع دون الحاجة إلى نقل ملكية الأراضي وبالتنسيق مع الدائرة العامة للطرق والجسور كان صيغة القرار هي أن تقوم وزارة المالية ووزارة الإعمار والإسكان بأخذ الإجراءات اللازمه لنقل ملكيه الأراضي التي سيقام عليها المشروع إلى وزارة النقل دون بدل، هذا أمر يعجل العمل على هذا المشروع ويعطيه نوع من الحيويه والدفعه في أن يكون منجزا أمامنا قريبا. وصوت أيضا مجلس الوزراء على قرار ثان هو تكليف، هذا أمر مهم أيضا، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاسراع في حسم مشروع قانون هيئه البحث العلمي مع مجلس الدوله، هذه الهيئه تتاسس الان وهذا قانونها ويجب متابعته مع مجلس الدوله للذهاب اليه لمجلس النواب والتصويت عليه. هناك ايضا قرار يخص وزاره التربيه والطلبه فيما يتعلق بالصفوف المنتهيه وهو الموافقة على إجراء الدور الثالث، الكثير من الطلبة ينتظرون مثل هذا القرار من مجلس الوزراء لتكون لهم فرصة أخرى متاحة للنجاح في امتحاناتهم، إذا إجراء الدور الثالث أصبح مصوتا عليه ونافذا الآن. هناك أيضا فيما يتعلق بإجراءات الحكومة لمكافحة الفساد والحد من تسنم بعض ذوي الاحكام القضائيه مناصب مهمه من درجه مدير عام صعودا اليوم صوت مجلس الوزراء على عدم تعيين اي مرشح لتسنم احدى الوظائف العليا مدير عام صعودا في حاله ثبوت ارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون كالرشوه والاختلاس وغير ذلك بحكم قضائي بات حتى وان شُمل بالعفو العام او الخاص، يبدو ان هناك حالات يُشمل فيها المُعينون بعفو ويعودون الى مناصبهم رغم ارتكابهم جرائم، هذا التصويت، هذا القرار سيحول دون ان يتسنموا هذه المناصب مره اخرى. القرار الاخر هو ان امانه بغداد وهيئه الحشد الشعبي ودور الايواء في وزاره العمل شملت بقراري مجلس الوزراء رقم 17 و22 لسنه 2020. وهو جوهره ان يزودوا بالمحروقات من وزاره النفط، هناك حاجه فعليه لهذه المؤسسات في ان تتزود بالمحروقات النفطيه من وزاره النفط، تم التصويت اليوم على هذا القرار. أخيرا كانت هناك في المجلس استضافة لمحافظ البنك المركزي لإقرار التقرير السنوي الثالث لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدم السيد محافظ البنك المركزي هذا المشروع مشروع الإقرار وردنا من, من البنك نفسه ايضاحات للفكره وصوت مجلس الوزراء عليه مع الاخذ بالحسبان استمرار مكتب مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب باخذ الاجراءات اللازمه بالتنسيق مع الجهات الرقابيه. هذا ملخص ما جرى اليوم من قرارات ونتيح الان ايضا بشكل موجز للاسئله لكي نجيب عنها. السلام عليكم دكتور احمد مويد قناه يو تي في. الحكومه ارسلت طلبات عده دوليه من اجل الاشراف على الانتخابات المبكره بحسب تصريحات السيد حسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات. السؤال هل سيتحول دور الامم المتحده من مراقب الى مشرف يدير عمليه الانتخابات بالكامل وما هي جاهزيه الحكومه لاجراء الانتخابات؟ شكرا جزيلا. سبق أن أعلن السيد رئيس مجلس الوزراء أن يوم 6-6-2021 هو يوم الانتخابات ما زالت الحكومة ساعية لتنفيذ هذا الإعلان وصلت عمليات تسجيل بالبطاقات البايومترية الآن إلى 60% وهي يعني عندنا حوالي 28 مليون ناخب 60% بالمئة من هؤلاء الناخبين الآن لديهم بطاقات بايومترية الأربعون بالمئة المتبقية ستغطيها الحكومة العراقية بطرق عديدة منها هناك عقود سابقة للمفوضية مفوضية الانتخابات ستستمر الآن لتغطية هذه الأربعين بالمئة وهناك أيضا اعتماد على ما هو متوفر من إمكانات داخل العراق للعمل على هذه البطاقات وأيضا الحكومة في الفترة القادمة القريبة ستوفر ما يقرب من خمسة مليون بطاقة للمضي إلى إكمال هذه المسألة إذا الانتخابات موعدها ثابت هناك عمل حثيث من المفوضية عليها لتوفير البطاقات ما زال هناك التزام بإنجاز الانتخابات في الموعد المحدد الذي أعلنه السيد رئيس مجلس الوزراء إذا سمحتم هناك شيء يتعلق بضمن مذكرات التفاهم مع الصين تم عقد اجتماع بخصوص بناء ألف مدرسة نموذجية ضمن هذه المذكرات التي تلتزم الحكومة بها وأيضا هناك رئيس مجلس الوزراء وعند وعد خلال الأسبوع الماضي بتقديم اي شكوى تصل حول لجنه مكافحه الفساد والجرائم واننا مستعدون للتعامل معها ويؤكد السيد رئيس مجلس الوزراء اننا ما زلنا عند هذا الوعد. هناك ايضاح ورد الان فيما يتعلق بقانون الاقتراض الذي تحدثت عن ان فيه اخطاء تعالجها الحكومه الان هناك اشاره الى ان الفقره العاشره في هذا القانون تشير الى الغاء الاعفاءات الجمركيه وهذا يعني الحكومه ترى انه يتسبب باشكالات مع الدول ولا بد من مراجعتها اذا كان هناك سؤال اخر يعني ما زال الوقت مبكرا للإجابة عن هذا السؤال هناك عمل فيما يتعلق بالمفوضية وفيما يتعلق بتحديد دور الأمم المتحدة في الانتخابات لوي الحسن مراسل قناة آسيا الفضائية يعني ما يخص رواتب الموظفين بالتأكيد اليوم رواتب الموظفين هي مهددة في بداية العام المقبل كما أكد رئيس الوزراء في وقت سابق اليوم يعني الحكومة ستتوجه ربما أيضا إلى اقتراض الثالث اليوم الجميع يتساءل الموظفون يتساءلون اين تذهب واردات النفط اين تذهب واردات المنافذ الحدوديه هل للحكومه العراقيه يعني خطط استراتيجيه في الايام القادمه او في الفتره المقبله يعني تعدي الازمه الماليه والازمه الاقتصاديه شكرا يعني هذه المساله لا تتعلق بالحكومه فقط وفي الواقع لا تستطيع الحكومه ان تقدم اجوبه من جانبها فقط لهذه المشكله، هناك اطراف اخرى في هذه المشكله يجب ان تعالجها وبالتحديد مجلس النواب واعتقد ان الحوارات مستمره بين الحكومه ومجلس النواب بهذا الصدد للوصول الى حلول مرضيه والانتهاء من هذه القصه التي طالت في الحقيقه. السلام عليكم، سيف الدين الابراهيمي قناه الحدث اليوم، تطرقت حضرتك الى موضوع الاقتراض الداخلي. أين وصلت الحكومة اليوم إلى معالجة موضوع العقود والأجور من رواتب وهم إلى الآن يفترشون الأرض ويتظاهرون في معظم محافظات العراق شكرا لك يعني اسمح لي أقول هذا سؤال مكرر أيضا إجابته أن هناك حوارات جارية كثيرة والمسألة غير منوطة بالحكومة فقط هناك جهات أخرى تتعلق بهذا الموضوع والحوارات جارية معها لحل هذه المشكلة يعني ليس هناك حل جاهز أقوله لكم الآن بصدد هذه المشكلة دكتور مصطفى قران مراسل شبكة الرودة والإعلامية متحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال في برنامج تلفزيوني قال أن نرسل 320 مليار دولار كروات موظفين لاقليم كردستان، هل هذا الاسبوع ترسل هذا المبلغ ام لا؟ ومتى يجتمع وفد حكومه اقليم كردستان مع حكومه الاتحاديه؟ في ظل الظرف الحالي بعدم وجود موازنه وبوضع مالي متعثر وبكل المشكلات التي تحف بالحوارات مع الاقليم لا يمكن ان التصريح بمثل هذه الارقام والثبات عليها. كل ما نستطيع قوله ان هناك عملا حثيثا على هذه المساله على قضيه الموازنه السيد رئيس مجلس الوزراء اعلن في المجلس اليوم ان موضوع المجلس القادم يوم الثلاثاء القادم هو فقط الموازنه بمعنى جدول الاعمال لن يتضمن اي شيء غير الموازنه هذا يدل على اهتمام كبير بهذه المساله التي تتعلق بالرواتب وغير ذلك شكرا جزيلا لكم